روتين كاملين. المغربية الألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. في إطار المجهودات الاستباقية الرامية لصد التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للمراقبة التراب الوطني اليوم الخميس من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 3 عناصر، من ضمنهم امرأة ينشطون بمدن فاس وأولى التيمة والدار البيضاء موالين لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن التحريات الدقيقة مكنت من كشف مدى الانخراط الكلي لعناصر هذه الخلية في الأجندة التخريبية التي سطرها التنظيم الإرهابي السلف الذكر، وذلك من خلال سعيهم الحثيث لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. نستمع للخبير الأمني محمد قديد في تصريح لقناة شوف تيفي بهذا الخصوص، نتابع. اليوم تهديد داعش هو تهديد رسمي، هذه واحدة من التحولات فعلا أن المغرب غير ما مرة تعرض إلى تهديدات القاعدة، وأضيف إليها تهديدات لم تكن بالقوة التي ألفنا مثل هذا التهديد الأخير في بلاغ رسمي، لأن المغرب فعلا كان حاضرا في أحداث باريس وأحداث بأجهزته الأمنية ودعمه لفرنسا ودعمه إلى دول متقدمة. والشيء الذي أثار حفيظة داعش، وهذا ما أعطى للمغرب في هذه الأيام كذلك يقظة متميزة تختلف عن جميع، أقول عن جميع ما مر من استنفار الأمني في المغرب، فإن المخابرات المغربية ميزتها كذلك أن تنقض على الخلية بكاملها ولا تترك الفرص إلى آخرين للفرار، وهذه هي الميزة التي للضربات الاستباقية. ما يقال عن الضربات الاستباقية فعلا هي ضربات تجعل أن تترك الخلية إلى أن تستكمل تقريبا جميع أطرافها وتتبع خيوطها إلى أن تتمكن من هذه الضربة الاستباقية، وهذه الخلية الأخيرة تدخل في هذا الإطار. ويأتي هذا في وقت أصبح فيه المغرب أكثر تهديدا من أي وقت مضى من هذا التنظيم الإرهابي بعد التنسيق الأمني المغربي الفرنسي وكذلك البلجيكي، وفي وقت أشاد فيه العالم بالأجهزة الأمنية المغربية وعملها في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا بالنظر إلى تزايد المغاربة في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، حيث يوجد ضمنهم أزيد من 1222 مغربي سواء بسوريا أو في العراق، بالإضافة إلى الأوروبيين من أصل مغربي ليصل العدد إلى ما يقارب 2000 شخص. نستمع مجددا للخبير الأمني محمد قديد في هذا الإطار، نتابع. دابا الآن نحن أنا أمام منعطف آخر، المغرب ظهر بقوة الآن في انخراطه الدولي وخاصة مع كشريك استراتيجي إلى فرنسا وإسبانيا وبلجيكا الآن، والشيء الذي لم تقبله ما يسمى بداعش. فعلا أن داعش هددت المغرب، ليس من السهل بأجهزته أن يتم اختراقه، وخاصة أن له تجربة وأصبح مدرسة فعلا في هذا المجال. بقي المسؤولية الآن أننا فعلا أمام تهديد رسمي، وفعلا أن المغاربة من طبيعتهم لا يبالون، وأنهم كذلك ملتفون حول وطنهم وفي مواجهة الإرهاب. التهديدات الإرهابية قائمة، وعلى الرغم من فعالية الأجهزة الأمنية والاستراتيجية الاستباقية وجب على كل مواطن مغربي أن يساهم في التصدي لكل أنواع الإرهاب والتطرف. دمتم في رعاية الله وإلى فرصة قادمة بحول الله.
الله.